ناخد اللي جنبها. خلينا في اليمين احسن. ما اليمين طلع صعب اهو. والله ده اسهل فعلا. والله شوف. دي الخدعه بقى عشان كله بيبقى فاكر هو مش سهل قوي بس يعني يعني سألين سؤال بيقول لي شامم ريحه افريقيا للزمالك ولا شغال محل بس دوري وكاس؟ حلو بس انت بتتكلم دايما بواقعيه. بص اقول لك على حاجه في الحته دي، انا ما بحبش اتكلم في بدايه موسم او قبل الموسم ما يبتدي كمان الا لما اشوف الفرقه عامله ازاي. تعال نقول صيغه ثانيه، الزمالك محتاج ايه عشان يرجع ياخد افريقيا؟ حلو قوي. حلو قوي. بص الزمالك قادر ياخد افريقيا بس بلعبته عايزه تاخد افريقيا. ما اكيد عايزين. لا في اوقات بيبقوش عايزين مش بمزاجهم ممكن تبقى غصب عنهم. يعني الزمالك السنه دي طبيعي جدا جدا جدا، او السنه اللي خلصت طبيعي جدا ان نخسر الدوري بالسكواد اللي اتقلب والظروف كتير قوي قوي طبعًا. حاجات كتير قوي وكسب الدوري بس عايزين دوري. خدوا الدوري صح. مش بقى مش بالاسماء الكبيره، كل الاسماء الكبيره مشي. اشرف بن شرقي، طارق حامد، ابو جبل، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، كتير صح. لو قعدت اعد لك هتحد حوالي 16 17 لعيب لعبنا بالناشئين وكسبنا او مش بالناشئين، بالشباب، عشان كلمه ناشئين هم مش ناشئين هم شباب. انت عايز تاخد بطوله افريقيا؟ ركز. هتاخد بطوله افريقيا ببساطه جدا. ركز وقاتل. هو الزمالك فتره من الفترات السنه دي كان عنده 3 ماتشات ورا بعض في الدوري من رابع المستحيلات يكسبه. سموحه، فيوتشر، بيراميدز، كسب الثلاث ماتشات خد الدوري العام. مع ان الثلاث ماتشات دول لما تيجي تحطهم في ميزان قوه الزمالك والفرق الثانيه، لا الفرق الثانيه سكواد كامل، الزمالك ناقص صح. فانت عايز تاخد بطوله افريقيا ركز وقاتل. عظيم. وهم قادرين.